الكويت النهارده كان في ازمه وخناقه اظن ما بين عدد من المصريين وعدد من الكويتيين، وفي انباء عن محاولات دهس لعدد من المصريين. خلونا نفهم من سياده سفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجيه للشؤون القنصليه ماذا حدث، ايه القصه بالظبط وتدخل الخارجيه. اتفضل يا سياده سفير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، لو تشرح لنا بس بالظبط هي ايه القصه. القصة يعني هي بدأت باتصال هاتفي وصل للقنصلية في الكويت مساء أمس 31/10، يعني حوالي الساعة 12 مساء، عن قيام مشاجرة بمنطقة حولي بين مصريين وكويتيين. حوالي بالضبط. تم تبين أن المشاجرة دي كانت بدأت في أحدى نوادي ألعاب الفيديو في إحدى المجمعات التجارية، وتتورط يعني إلى قيام أحد الكويتيين بدهس عدد من المصريين، وأصيب منهم كويتيين، وتم نقلهم إلى مستشفى مبارك الكبير. طبعا للأسف ترتب على حادث الدهس وفاة المواطن أحمد عاطف فرغلي، وتم نقل اثنان من المواطنين المصريين اصبحوا ما زالوا محتجزين رهن العلاج بمستشفى مبارك، وهما المواطن خلف محمد بكر وهو مصاب بنزيف داخلي متواجد حاليا بالعنايه المركزه، والمواطن محمد ابراهيم عبد النبي مصاب في الراس والوجه وحالته مستقره، ومعه احد المصابين الكويتيين نتيجه عمليه الدهس. ما زال الجاني في حالة ضروب حتى الآن، يعني لم يتم القبض عليه. قامت السلطات الكويتية الحقيقة فور الحادث باحتجاز عدد 3 كويتيين واستجواب الكثير من المصريين، بلغ عددهم حوالي 14 مصري، تحقيقات جارية معهم مما قد شارك في المشاجرة. الحقيقه القنصليه بتحاول جاهده في يعني وقف عمليه الترحيل، لان هم يعتبروا بمثابه شهود في هذه القضيه. النقطه الاخرى برضو اللي احب اوضحها لحضرتك ان القنصليه الحقيقه والسفاره بذلوا كل الجهد للاصرار على توصيف القضيه كونها قتل عمد، بعد ان كان هناك بعض التوجه في البدايه إلى توصيفها كونها حادث مروري أفضى إلى الموت، يعني كان في بعض التوجه إلى فصل الحدث اللي هو المشاجرة عن ما حدث بعد ذلك من عملية دهس للمواطن المصري رحمة الله عليه. بشكرك، يعني اعتقد ان يعني ده تحرك سريع الحقيقه من القطاع القنصلي في الكويت. بشكرك سياده سفير وبشكر الخارجيه، وده اللي بنتوقعه الحقيقه في اداء اكثر كفاءه الحقيقه لوزاره الخارجيه دلوقتي فيما يتعلق بقضايا المصريين دي. يعني دي قضايا بتحصل وحوادث بتحصل، احنا عندنا اعداد كبيره جدا في الدول العربيه، وبالتالي ممكن ده يحصل في هذه الدوله او تلك الدوله، لكن التحرك اللي بتقوم به الخارجيه ده بيحفظ للمصري حقوقه وكرامته، واحنا بنشكرهم على هذا الامر. وانا متاكده ايضا ان السلطات الكويتيه هتتعاون بشكل كامل مع ايضا السلطات المصريه، ده شيء يعني متاكدين منه.